خلال حفل اختتام فعالية الدورة الأولى من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية 2024، تم تتويج الفائزين في مسابقات الألعاب الإلكترونية التي نظمت في إطار الدورة الأولى لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية 2024. حفل اختتام هذه الدورة تميز بأجواء حماسية عكست شغف شرائح واسعة بالألعاب الإلكترونية. هذا المعرض كانوا فيه بزاف ديال المنصات، وبالخصوص منصه ديال البطولات اللي بدات قبل من بدايه المعرض. كان تسجيل في البطوله، كان تصفيات، واليوم كان عندنا الاختتام ديال هاد البطولات، وعطينا الميداليات وعطينا لي تروفي للفرق اللي ربحوا معنا في هاد المنصه. معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية شكل منصة للقاء شركات ومقاولات ناشئة مغربية مع كبريات الشركات العالمية التي تنشط في هذا المجال قصد إقامة شراكات وطنية ودولية. التظاهرة فرصة كذلك للمقاولين الشباب من أجل خلق آفاق تعاون بين مختلف الفاعلين في سلسلة قيمة صناعة الألعاب الإلكترونية.